بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الجزء الثاني للمحاضرة الرابعة. Buoyancy and Archimedes Principle. Buoyancy يعني طفو، وArchimedes هو عالم يوناني، عالم إغريقي قديم. تاريخيا هو أول من حط مبدأ الطفو. كلنا لاحظنا أن أجسام كثيرة تطفو على سطح السوائل، سطح الماء مثلا زي الخشب، لأن الخشب كثافته أقل من كثافة الماء. نحن حندرس الموضوع هذا من ناحية الفيزيائية زي مدار أرشميدس، وعارفين إن الفيزياء تأخذ الفكرة تفسرها وتحط لها تجربة، وعلى أساسها تحصل قانون. القانون هذا يستخدم فيما بعد في تطبيقات أخرى. في المقدمة هنا يقول لي many objects such as wood، عدة أجسام زي الخشب float. كلمة float هذه ركزوا لي عليها، واحدة من المصطلحات المهمة، يعني تطفو. كلمة هذه okay. تطفو على سطح الماء، لأن يوجد قوتين تؤثر على قطعة الخشب هذه، اللي هي the force of gravity، قوة الجاذبية، والبوينت فورس اللي هي قوة الطفو. قوة الجاذبية وين تأثر؟ تأثر downward. downward يعني إلى الأسفل. قوة الطفو البوينت فورس وين تأثر؟ تؤثر إلى الأعلى upward. قوة الطفو مبذولة exerted by the liquid، مبذولة بواسطة المائع. إذا أي جسم موجود على سطح المائع أو في داخل المائع أثر عليه قوتين: قوة الجاذبية تحاول تجذبه إلى الأسفل نحو القاع، وقوة الطفو تحاول تجذبه نحو الأعلى نحو السطح. الأجسام اللي تعوم في داخل المائع زي السمك مثلا اللي يعوم في داخل الماء في داخل البحار والمحيطات، وأيضا الغواصين اللي هي الدايفرز اللي تحت الماء، يتأثر عليهم القوتين هذين بتوازن. إذا اللي تخلي الأجسام تعوم ما بين السطح وما بين القاع هو التوازن ما بين قوة الطفو وما بين قوة الجاذبية. لاحظوا هنا لو رجعت يعني للصفحة اللي قبلها، يقول أن قوة الطفو almost exactly balances، يعني تقريبا أو بالضبط توازن قوة الجاذبية اللي هي إلى الأسفل، يعني قوة الطفو إلى الأعلى توازن قوة الجاذبية إلى الأعلى. وهذا يسمح allows them، يسمح للأجسام هذه إن هي إيش hover in equilibrium. hover يعني تعوم في حالة اتزان. أنا طبعا متكلم في حالة إن الجسم يأثر عليه قوتين بس في داخل المائع، قوة الجاذبية وقوة الطفو. هتاخذوا فيما بعد في المسائل أظن إن مثلا جسم معلق بخيط فحتكون عليه قوة شد بالإضافة إلى قوة الطفو وقوة الوزن. لو كان أيضا في جسم موجود في القاع، قاع إناء فيه ماء مثلا ولا فيه مائع، حتأثر عليه أيضا قوة الاتصال العمودي بالإضافة إلى القوتين هذين، قوة الطفو وقوة الجاذبية، وحتكون في قوة الاتصال العمودي. الآن بنعرفوا ليش في قوة طفو، ليش الموائع لما نضع فيها جسم فإنها تؤثر على هذا الجسم بقوة اتجاهها من الأسفل إلى الأعلى. لاحظوا أنتم مثلا لما تمشوا للشواطئ تخشوا في البحر، لاحظوا أن الوزن أخف، يعني كأن الماء يدفع فيها من أسفل إلى الأعلى. أيضا لما ندفع حاجة في داخل الماء، لما نجر شيء في داخل الماء، لاحظوا أنه هو وزن أخف، لأن الماء تساعد فينا ترفع فيه بقوة من أسفل إلى الأعلى. أيضا المنطاد، المنطاد اللي فيه هيليوم موجود في الهواء، الهواء أيضا من الموائع، يدفع هذا المنطاد بقوة من أسفل إلى الأعلى. الإجابة موجودة في الجزئية هذه. الجزئية هذه تقول إن قوة الطفو تحدث أكرس بسبب الضغط، بسبب فرق الضغط ما بين السطح السفلي والعلوي للجسم. لأن أخذنا المحاضرة السابقة هي المحاضرة الرابعة الجزء الأول، خذينا أن الضغط يزيد مع العمق increases with depth. طبعا هذه سهلة نتذكروها لأن عارفين القانون P تساوي rho JH، كلما زادت ال H العمق كلما زاد الضغط. نشوف تأثير في فرق الضغط كيف يعطيني قوة طفو إلى الأعلى. أنا يقول لي to see this effect، خلينا نأخذ اسطوانة سلندر ارتفاعها عند ارتفاع معين، عندها سطح علوي
تاب وعندها بارم يعني سطح سفلي وسطح علوي اللي هو هنا في الرسمة، هذا السطح العلوي وهذا السطح السفلي. كل سطح موجود على عمق مختلف، السطح العلوي ارتفاع عفوا عمقه مش ارتفاع عمقه h، والسطح السفلي عمقه يعني العلوي h1 والسفلي هنا h2. بما ان عمق السطح العلوي يختلف عن عمق السطح السفلي، فاذا الضغط اللي فوق اللي على السطح العلوي top يختلف عن السطح الضغط اللي على السطح السفلي. طبعا السطح السفلي حيكون الضغط عنده اكبر لان يعني عمقه اكبر، وعارفين نحن ان الضغط يسبب قوه حسب القانون. ذكرنا المحاضره اللي فاتت ان الجسم الموجود داخل ماء يتعرض الى قوه عموديه بسبب الضغط. الان القوه هذه كم تساوي؟ تساوي الضغط في المساحه. اوكي، اذا البريشر بي، الضغط اللي هو بي واحد اللي على السطح العلوي يسبب قوه، هذه القوة اللي جاية منا هي P واحد في A، B في A. فإذا لما نقوله P واحد معناه نسموها F واحد، عبارة عن عوضه بس لأن نحن بنستنتج قانون. فإذا نعوضه عن ال P واحد بقانون الضغط اللي هو رو جي اتش، وهذه ال A كيف ما هي، هذه ال A هنا نفس ما هي اللي هي هنا ال A. إذا هذا السطح العلوي تأثر عليه قوة جاية من وين؟ جاية من الضغط، هي القوة هذه تؤثر من الأعلى إلى الأسفل لأن السطح هذا معرض للمائع من الجهة العلوية، فبالتالي القوة تأثر عليه من الأعلى، تأثر عليه من الأعلى إلى الأسفل، والقوة هذه جاية من الضغط. قيمتها كم تساوي؟ تساوي القيمة هي رو جي اتش في اي. بنفس الطريقة نقدر نعرف أيضا القانون متاع الاف 2، القوة اللي تأثر على السطح السفلي بس هي تأثر فيه من أسفل إلى أعلى، لأن السطح السفلي معرض للسائل من الأسفل، فبالتالي القوة تأثر عليه من الأسفل إلى الأعلى، والقوة هذه جاية من الضغط. إذا هنا similarly القوة هذه F2 عبارة عن الضغط في المساحة، قلنا حسب القانون هذا بس حنقوله نحن P2 في A، لأن نتكلم عن القوة F2 اللي الضغط عندها اللي هي عند الفاتم اللي الضغط عندها P2، وعوضنا فقط بنفس الطريقة بالضبط اللي هي ال P تساوي رو جي اتش، وهذه الاي كيف ما هي. فاذا الاف 2 اللي هي رو جي اتش 2 في اي. الان عندي قوتين، قوه على السطح العلوي وقوه على السطح السفلي، ياثروا هما اثنين على الاسطوانه هذه، محصله القوتين هذين يسبب قوه الطفو. من اكبر الان؟ القوه اللي من الاسفل اكبر من القوه اللي من الاعلى. ليش؟ لان القوه اللي من الاسفل جايه من ضغط اكثر. ليش الضغط أكثر؟ لأن العمق أكبر، شوف العمق هنا H2 أكبر من H1، فبالتالي الضغط اللي عند العمق H2 أكبر من الضغط اللي عند العمق H1، إذا الـ F2 أكبر من الـ F1، الـ F2 متجهة إلى الأعلى، الـ F1 متجهة إلى الأسفل، المحصلة حتكون إلى الأعلى. يعني كان يعني لو كان عندي جسم زي صندوق هذا وأثرنا عليه بقوتين، قوة من الأعلى وقوة من الأسفل، القوة اللي جاية من أعلى نحو الأسفل مقدارها 10 نيوتن، والقوة اللي جاية من أسفل نحو الأعلى مقدارها 30 نيوتن، وين حتكون محاصرة القوة؟ محاصرة القوة حتكون مع القوة الكبيرة، مع 30 نحو الأعلى، إذا حتكون محاصرة القوة نحو الأعلى. يعني لو ما فيش إلا القوتين هذين الجسم حيتحرك مع القوة 30، حيتحرك إلى الأعلى لأن يعني هي اللي تغلب، وهذا كلام منطقي، وهذه في المتجهات خذيتوها من أيام المدرسة، وأصلا كلام منطقي. يعني لما واحد يدفع في الجسم قوة 30 وواحد جاي ضده بقوة 10، ما اللي حيغلب؟ تاع 30 حيغلب. إذا لو ما فيش إلا القوتين هذين الجسم حيتحرك إلى الأعلى، لكن حتعرفوا فيما بعد وزي ما خذينا في الأول إن في عندي مزاد قوة جاذبية، ممكن لو في خيط يكون عندي قوة شد، ممكن لو جسم موجود في القاع ممكن حيكون في عندي قوة اتصال عمودي. فإذا الجسم لو كثافته أعلى حينزل إلى القاع، لو كثافته يعني أقل حيرقى إلى الأعلى. لكن أنا نتكلم الآن على محصلة قوة، نتكلم على محصلة القوة اللي جاية من الضغط، نتكلم على قوة
الطفو، ما نتكلمش على الجسم وين حيرقى ولا حينزل، لأن ما زال في قوة واحدة أخرى ما دويناش عليها، نحن بس قاعدين نستنشف القانون. الأرقام هذين للسهولة للشرح، لأن هذه F2 وهذه F1 مش ما فيهاش أرقام، فأنا حبيت نحط الأرقام عشان يكون الموضوع أسهل. نعاود الموضوع ونأكد أني ناتوا نبي نستنتج قانون. الاستنتاج ما تدخوش منا، لأن المحاضرة السابقة طلبة سألوا عليه استنتاج التفاضل واجد، هذا فقط للفهم، لأن يعني أيضا الاستنتاج هذا للفهم، يهمني النتيجة يهمني القانون، يبدأ نتبعه عشان فقط نفهم كيف جاء القانون، لكن القانون نفسه أهم من الاستنتاج. إذا أول حاجة استنتجناها أن الفرق في القوة اللي جاية من الضغط حتكون محصلتها إلى الأعلى، لذلك الموائع تدفع في الأجسام من أسفل إلى الأعلى، لأن قوة الضغط اللي على الأسفل اللي جاية على السطح السفلي أكبر من قوة الضغط اللي جاية على السطح العلوي. ما كم مقدار الفرق هذا؟ كم مقداره؟ المقدار على حسب الرو والجي والفي، أو على حسب الام جي، وحنعرفوا شو المعنى. يعني مش حنقول الفرق المقدار هو 30 ناقص 10، لأن هذين أرقام عشوائية نحن فرضناهن، لكن الرقم اللي حيطلع الفرق بين الاثنين هذين في قوة الطفو نقدر نعرفه من خلال الرو كثافة المائع، والجي عجلة الجاذبية، والفي حجم الجسم المغمور، أو من خلال كتلة السائل المزاح مضروبة في عجلة الجاذبية. هنثبتوه الكلام هذا، لكن كيف ما حكيت أنا كتبت القانون الأول، لأن القانون أهم من الإثبات، الإثبات فقط للفهم، لكن القانون هو اللي نطبقه به. إذا أرشميدس عرف السبب وحطه في صورة قانون. السبب هو أن الضغط اللي على التوب اللي على السطح العلوي يختلف عن الضغط اللي على السطح السفلي، لأن عليه عمق مختلف، وبالتالي القوة اللي على السطح السفلي أكبر، وحيكون هذا هو الفرق. الآن أنا ما استنتجتش، لكن كتبت النتيجة دغري، لأن حنستنتج الآن، لكن كتبت النتيجة لأن النتيجة أهم. النتيجة هذه كتبها أرشميدس في صورة مبدأ أرشميدس، أو يعني تعرف بمبدأ أرشميدس، اللي هي موجودة في الصفحة اللي بعدها، أو مبدأ أرشميدس. الـ point force، قوة الطفو على جسم immersed مغمور في داخل مائع، تساوي is equal للوزن المزاح من السائل، أو للوزن السائل المزاح بواسطة الجسم. حنرسمه الرسمة باش نشوفوها. قبل ما نرسم الرسمة هنشوف أنا ليش قال الوزن، لأن هذه وزن، هذه MG كأنها إيش، كأنها وزن، لكن هنا مركزين على حرف الاف هذه باش يوضح لي اللي هو الكتلة السائل المزاح. هنوضحها كيف. يعني لو في عندنا إناء مملوء تماما بالمائع، وحطينا فيه هنا إيش، جسم بشكل عشوائي، اسطوانة أو كرة أو أي جسم آخر، شن حيصير له الجسم هذا؟ حياخذ مكان، حياخذ حجم، وحيخلي الماء هذا ينزاح إلى الأعلى. لو ما فيش مكان في الإناء حينسكب، يعني لو حطينا هنا إناء صغير حنلاحظوا أن السائل حينسكب. طبعا لو الإناء الكبير هذا مش مملوء تماما حيرقى مستوى الماء، لكن لو مملوء تماما حينسكب. هنا الكمية اللي موجودة هذه يسموا فيها وزن السائل المزاح، لأن الجسم خضع مكان السائل اللي انسكب، يعني السائل اضطر انه هو ينزاح وينسكب لأن في جسم خضع مكانه. قوة الطفو تساوي وزن السائل المزاح، يعني لو خذينا السائل هذا وزناه، السائل هذا وزناه، حنعرف قوة الطفو كم تساوي. القانون الآخر اللي هو رو جي في، هذا أهم حتى من قانون السائل المزاح، وهن اثنين يعطيني مقدار القوة، هن اثنين يعطيني مقدار القوة، قوة الطفو. قلنا يعني الرو هي كثافة المائع اللي موجود هنا، والجي عجلة الجاذبية 9.8، والفي الحجم متاع الجسم، يعني الجسم هذا لو مغمور بالكامل معناها الحجم كله ناخذه، لو مغمور نصه حناخذه نصه، لو ثلاثة أرباعة حناخذه ثلاثة أرباعة. في الرسمة هذه مغمور بالكامل، لكن لاحظوا زي الرسمة هذه لو مش كله مغمور، نصه بس مغمور، الكمية هنا حتكون نصف الكمية هذه، يعني الفي حسب الجزء المغمور. وهذا اللي قاعد في آخر جملة قبل المثال، يقول لي فلويد displaced المائع المزاح، نقصد به الحجم المائع اللي يساوي حجم الجسم المغمور. يعني هنا لو كان
جزء منه أو لو كان كله نفس ما وضحت توه. قبل ما ناخذ المثال حنوضح بس القانون هذا منين جاء، يعني أنا شرحته لكن ما وضحتش رياضيا كيف جاء. ونعود ونقول أنا كتبت الأول عشان تهتموا بالقانون أكثر من الاستنتاج، الاستنتاج قلنا للفهم، القانون هو اللي نطبقه به. إذا رديت للصفحة اللي قبلها عشان نستنتج القانون، إن نحن القوة اللي على السطح العلوي F1 اللي هي هذه F1 شن تساوي؟ تساوي الضغط في المساحة. ليش؟ لأن خذيناها المحاضرة السابقة من القانون هذا. لو عندي ضغط، الضغط حيسبب قوة عمودية على الجسم الموجود، الضغط اللي من المائع حيسبب قوة على الجسم عمودية مقدارها الضغط في المساحة، فهذه هي الضغط في المساحة. أيضا القوة F2 حتسبب ضغط في المساحة، بس يعني B2 في A وهذه B1 في A، طبعا نفس الA نفس المساحة لأن المساحة العلوية سوي المساحة السفلية. في الحالة اللي عندي نحكو على الاسطوانة، إذا نلاحظوا الـ F2 أيضا B2 في A نفس الـ A هنا وهنا. هنعوضه عن الضغط، قيمة الضغط اللي هي رو جي اتش، والـ A زي ما هي هي قاعدة. فإذا القوة F1 هذه شن حتساوي؟ رو جي اتش في A. بنفس الطريقة similarly يعني بنفس الطريقة حتكون أيضا الـ F2، حولنا بس الـ الضغط هو هذا الضغط وحطينا بداله، حطينا بداله رو جي اتش، وهذه الاي كيف ما هي. اذا اصبح عند الاف 2 تساوي رو جي اتش في اي، لان احنا قلنا نبو المحصله، المحصله هي الفرق بين القوتين. زي ما بدري خذينا قلنا 30 ناقص 10، يمكن ما قلتهاش بس قلت يعني 30 تغلب على 10، فيقعد المحصله هي الفرق يعني الكبيره ناقص الصغيره. المحصلة حتكون الكبيرة ناقص الصغيرة. الكلام هذا مش جديد عليكم، خذيتوه في المتجهات وأيضا قلنا كلام بديهي. فإذا محصلة القوة حتكون القوة الكبرى ناقص القوة الصغرى، الإف 2 ناقص الإف 1، وعوضنا فقط يعني عوضنا عن الإف 1 بالقيمة هذه، وعوضنا عن الإف 2 بالقيمة هذه. خذينا العامل المشترك، عندي هذه القانون متاع الإف 1 فيه رو وجي جي وأي، وهنا أيضا عندي رو وجي وA، الاختلاف بس ان هنا في H1 وهنا في H2، فخذينا هذين عامل مشترك لأنهن موجودات في القانونين، والH1 والH2 حطيناهن بين القوسين. هذه عملية رياضية عادية جدا. إذا نحن طرحنا القوة هذه F1 والقوة F2، طرحناهن من بعضهن وخذينا العامل المشترك. الآن H2 ناقص H1 هي دلتا H، دلتا H زي ما مسمينها هنا في الرسمة، في الرسمة هذه هاي هذه H2 ناقص H1 اللي هي دلتا H. فإذا عوضنا على H2 ناقص H1 بالدلتا H، وأيضا في عندنا المساحة في الفرق الارتفاع اللي هي الحجم، زي ما حكينا المحاضرة السابقة إن الحجم هو عبارة عن المساحة في الارتفاع معظم بالذات الأشكال الهندسية المنتظمة. وخذينا فحصلنا على القانون الأول اللي هو رو جي اتش اللي بدري كتبتها، رو جي اتش يبدل اف بي هتساوي رو جي اتش. كيف نحصل القانون الثاني؟ نحصله لو حطينا بدل الرو والفي، هذه الرو وهذه الفي، حطينا بدلهن ام، لان خذينا سابقا القانون الكثافه الكتله على الحجم، فان الكتله تساوي الكثافه في الحجم، اذا هذه الكتله الكثافه مضروبه في الحجم، فقعدت عندي القانون الثاني. فاذا عندي قانونين اف بي تساوي رو جي في، حيث رو كثافة المائع، لذلك نحط حرف الإف صغير، وجي عجلة الجاذبية، والفي جسم المغمور. والقانون الثاني الإف بي تساوي إم جي اللي هو نفسه يبدأ الأول وهذا الثاني اللي مبدل شوية أنا كتبتهم هنا إم جي ورو جي في، وهذا قلنا أوضح. في قانون آخر هو القوة الطفو تساوي وزن الحقيقي ناقص الوزن الظاهري، هو يعتبر تحصيل حاصل لكن أنا نفضل نكتبه، لأن أي جسم نحطه في داخل المائع يبدو أن وزنه أقل، يعني حتى الإنسان نفسه لما يدخل في البحر ولا في الماء يحس وزنه أخف. الوزن الحقيقي هو الوزن الجسم، وزن الإنسان في الهواء، ووزن الظاهري هو وزن الجسم في داخل المائع. ليش وزن الجسم في داخل المائع أخف؟ لأن بسبب قوة الطفو، قوة الطفو تقلل الوزن الحقيقي. لو عرفتوا القوانين الثلاثة هذه إن شاء الله حتمكنوا من مسائل أرشميدس. نقول الآن المثال المحلول هذا 4-4. المثال يقول إن في عندي
ancient statue تمثال قديم كتلته 70 كيلوغرام. كيف عرفت ان هذه الكتله من كلمه كي جي كيلوغرام؟ موجود في قاع البحر the bottom of the sea. الحجم متاعها 3.4 ايضا الوحدات حتساعدني سنتيمتر مكعب، نعرف ان الرقم هذا هو حجم. السؤال how much force، كم القوة اللي نحتاجها باش نرفع التمثال؟ هنكتب المعطيات اولا. هنا كتبنا المعطيات، الكتلة رمزها M، الحجم رمزها V. ما نهزوش على التفاصيل هذه لانها مهمة وتساعدنا في كتابة القانون بطريقة الرياضيات السلسة، وتساعدنا يعني نتذكر القانون بسهولة. حاجة مهمة أيضا إن نحن لازم نرسم الرسمة، لو ما رسمناش الرسمة ممكن حتكون مسألة صعبة، مع إن المسألة سهلة لكن بدون رسم مش حتكون مفهومة. طبعا رسم تخطيطي، يعني مثلا هذا تمثال موجود تحت سطح الماء، ونشوفوا كم القوة المؤثرة عليه. ضروري نشوفوا كل القوة المؤثرة عليه. هنا حتأثر عليه قوة الوزن والجاذبية إلى الأسفل، قوة الطفو إلى الأعلى، ونحن بنشدوه بخيط مثلا فنديروا قوة الشد. لاحظوا كم عندي قوة، عندي قوة الوزن إلى الأسفل، عندي قوة الطفو إلى الأعلى، وعندي قوة الشد اللي نبي نطلع بها التمثال إلى الأعلى. إذا عندي ثلاث قوة، لازم يكون الثلاث قوة هذه في اتزان. لاحظوا في اثنين اتجاها إلى الأعلى وواحدة اتجاها إلى الأسفل. في عدة طرق لحساب أو حل المسألة هذه. ممكن حد يحسب الوزن بروحه، يضرب الـ M في الجي ويحسب الـ FP بروحه وبعدين يحسب الـ T، وممكن يديرها في معادلة واحدة مع بعضها، يعني حسب مهاراتكم في الرياضيات. أهم حاجة نحط في بالي إن المجهول هو الـ T، يعني الآن المعطيات هي موجودة والمطلوب هو الشد الـ T، كم القوة، القوة اللي نطلع بها التمثال. المسألة ما تحتاجش يعني وقت طويل باش نحلوها، بس أنا نحاول نفسر يعني نفصل في الحل عشان الفهم. الآن بديهيا يعني التمثال حيكون وزنه في المية أخف من وزنه في الهواء، يعني حنشدوه بقوة أقل من وزنه، يعني هذا بس يعني كفكرة، لكن كرياضيات حيكون أسهل. يعني لو كان التمثال موجود في الهواء حتكون عليه قوة وزن إلى الأسفل، ونحن نبغى نشدوه إلى الأعلى تي، لازم التي لازم تساوي الام جي، مش نقدر نرفعه. لكن هنا في الهواء، عفوا في الماء، في عندي قوة الطفو ترفع معايا، ترفع مع التي، فنحتاج إلى قوة أقل من وزن، أقل من 70 في 10 في 9.8. هنعاود النقطة هذه، وإن كانت يعني النقطة هذه فقط للفهم، قلنا لو كان هو موجود في الهواء حنحتاج إلى قوة الوزن بالكامل، لكن لو كان موجود في الماء نحتاج أقل من قوة الوزن لأن الماء يرفع معايا. كيف نديروها بالرياضيات هذه؟ حنديروها على شكل معادلة، حنديروا علامة تساوي ونحط القوة اللي متجهة إلى الأعلى مثلا في الطرف الأيسر، والقوة المتجهة إلى الأسفل في الطرف الأيمن، ونوجد المجهول، نحط المجهول دائما في طرف بروحة. عندي هذه إلى الأعلى وهذه إلى الأعلى، فحنحطهم هن اثنين في الطرف الأيسر، يعني حنقوله T زايد F P، هذه F راهي، والطرف الأيمن حنحطه فيه الام جي لأنها إلى الأسفل، هذه حتكون الام جي. شنو نبي نوجد أنا؟ نبي نوجد التي، فإذا نخليها في طرف بروحها، ممكن ننقل الاف بي إلى الطرف الآخر، يعني أنا نبي نوجد التي، لاحظوا نبي نوجد هذه، فلازم تكون، لاحظوا هذه فلازم تكون في طرف بروحها. فإذا كيف المعادلات متاع الاكس والواي أو السين والصاد؟ لما تكون مثلا سين زائد 2 تساوي 4، مني مع السين، لحظة حنكتبها باش نذكركم بها، بس المعادلة هذه اللي كنتوا تاخذوا فيها من قبل، فمع السين في رقم 2، بس كنتوا تكتبوا من اليمين لليسار، توا حنكتبوا بس من اليسار لليمين، يعني فالسين موجودة في الطرف الأيمن معها رقم 2، نحن حناخذ رقم 2 بعكس الإشارة ونشيله للطرف الآخر، فتقعد سين تساوي 4 ناقص 2. نفس الشيء في عندي هنا التي معها اف بي، بس هذينا رموز يعني مش أرقام، بس انتوا توا في مرحلة جامعية لازم تتعودوا على الرموز أيضا. فاللي نحطه في بالي اني بنوجد التي، ما اللي معها تي؟ تي موجودة في الطرف الأيسر، هذه علامة التساوي، لحظة، هذه علامة التساوي، والتي موجودة في الطرف الأيسر معها اف بي، وهذه الام جي موجودة في الطرف الأيمن، فنحن بنتخلصوا من الاف بي ونشيلوها غادي بعكس الإشارة. فإذا نحصلوا المعادلة هذه هي ام جي ناقص اف بي، وفعلا نحتاج إلى قوة أقل من وزن، نحتاج ام جي ناقص اف بي لأنه موجود في المائع. فإذا فقط نوجد الـ MJ والـ FB ونطرحوهم من بعض فقط.
أرجوك ما تلخبطوش، أنا كتبت في المساحة اللي تحت المثال الثاني، بس أنا قاعدة نحل في المثال هذا 4-4 مش 4-5، بس يعني لضيق المكان. فإذا بس نعوض الكتلة اللي هي 70 في العجلة اللي هي 9.8 ناقص الاف بي اللي هي رو جي في، وممكن تحسبوهم في الجانب، هنا ممكن تحسبوهم في الجانب وبعدين نعوضوا بهم. نظن يفضل يكون هيك. هذه الام جي عبارة عن الكتلة في العجلة، طلعت 690 وزي ما هم حلينا هنا، بس الطريقة شوية تختلف، فحنعوضوا عليها بالرقم بتاعها. اذا عوضت عن الام جي تحتها ب 690، الان بنجيب الاف بي ايضا نحسبها هنا في الجنب. الاف بي عندها ثلاث قوانين، ارجو اني ما اكونش مساحتها اوكي، ثلاث قوانين اللي هي رو جي في وام جي ووزن حقيقي ناقص الوزن الظاهري. الان هو معطيني الحجم، فاذا نستخدم رو جي في لان معطيني الحجم ومعطيني كثافه المائع. كثافه المائع معطيها هنا اللي هي كثافه ماء البحر 1.25 من 1000 في 10^3، معطيني كثافة الماء، وعندي الحجم، الحجم عطاه لي وكتبناه من ضمن المعطيات. فإذا نعوضه هنا تعويض مباشر ونوجد الرقم. هنعوض بس عن هذه 1.025 في 10^3، وهنعوض عن الجي 9.8، وهنعوض عن الحجم، عفوا هنا في رقم زايد، عن الحجم باثنين، أو كم هي الرقم؟ 3 × 10^4، بس هذه سنتيمتر مكعب، هذه سنتيمتر مكعب، لازم نحولوها إلى متر مكعب، فنضرب في 10^2 في 10^2 في 10^2 ثلاث مرات، أو يعني نضرب في 10^6، فلما نضربهم في بعضهم تعطيني الرقم هنا 300، لازم تحسبوه هذا الرقم 300 لما نديروا التحويلات وكل شيء، فهنعوضوا عليه بس هنا. إذا هنجي نعوض هذه. عوضت عليها ب 300، نطرح بس 690 من 300، فواضح ان الناتج هو 390 نيوتن، هذه القوة اللي نحتاج لها. طبعا لو كان التمثال موجود في الهواء فمش حتكون هذه موجودة اصلا، راح يكون على طول 690، لكنها طلعت ايش؟ طلعت اخف. انا طولت المسألة شوية لاني نبي نشرح الشكل العام بتاعها، ما نبيش نعوض هيك وخلاص ونطلع الحل سهل. يهمني الفهم اوكي، فالمساله راهي مش صعبه، هي بس لان انا خذيتها بشكل عام. اذا مسائل ارشميدس بالذات لان فيه قوة فلازم نستخدمه الرسم. نجو الان المثال الثاني 4-5، نقرو شنو المعطيات وشنو المطلوب. عندي هنا كراون اوف ماس 14.7 كيلوغرام، نبدا عندي تاج كتلته 14.7، تم غمره سبمرجد في الماء وبواسطة ميزان دقيق accurate scale، كانت القراءة 13.4 يعني بعد وضعه في الماء. الآن السؤال، هل التاج مصنوع من الذهب ولا لا؟ طبعا المسألة هذه لأنها جاية بعد أرشميدس فبسهولة حتستخدم قوانين أرشميدس، لكن في الامتحان عندي أكثر من موضوع، لازم نعرف كيف نميز بين موضوع وموضوع. الآن ليش أنا حنعتبر ان المسألة هذه أرشميدس في الامتحان، والامتحان فيه أكثر من موضوع؟ لأنه قال لي جسم وتم غمرة، وين تم غمرة؟ في الماء، فهذه حاجة. إذا بنحط أنا قوانين أرشميدس. السؤال الآن يقول لي هل الجسم الكراون هذا التاج مصنوع من الذهب ولا لا؟ فإذا لازم نعرف المطلوب من السؤال هنا، المطلوب من السؤال باش نعرف إذا كان مصنوع من الذهب ولا لا لازم نوجد الكثافة. فإذا المعطيات والمطلوب نكتبهم على جنب باش يساعدوني نعرف كيف نستخدم القوانين. كتبت المعطيات، الكتلة 14.7، كتبت ام شرطة يعني الكتلة الظاهرية 13.4. ليش كتبت كتلة حقيقية وكتلة ظاهرية؟ لأن هو نفس الجسم، وزنه في الهواء ووزنه في الماء. والآن مطلوب الكثافة، معناه هو هنا بشكل مش مباشر طلب مني الكثافة، قال لي شن هو نوع التاج، هل هو من الذهب ولا لا؟ بس نعرف نوعه لازم نوجد الكثافة. لو ما عرفتش ان المطلوب هو الكثافة ممكن مش هنقدر نكمل المسألة. في كل الأحوال حتى لو ما عرفناش المطلوب او مش متأكدين منه، ميزت المسألة ان هي أرشميدس، نحاول اننا نوجد يعني الكميات المجهولة قدر الامكان اللي نقدر نوجدها. بعد ما نوصل لحد معين ممكن نوصل للمطلوب اللي في المسألة.
لكن في الحالة هذه عرفنا أن المطلوب هو الكثافة، فممكن نبدأ من قانون الكثافة، أن الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. طبعا في أكثر من طريقة لحل المسألة، لكن نحن ممكن نبدأ بالمطلوب هنا. هل الكتلة عندي؟ الكتلة عندي، هاي هذه موجودة الكتلة، الكتلة الحقيقية طبعا. الحجم ما عنديش والكثافة ما عنديش، يبدأ في عندي مجهولين، في عندي مجهولين، فإذا نحاول أني أنا نوجد واحد منهم من قانون آخر. فإذا باش نوجد الكثافة لازم يكون عندي الكتلة والحجم. كتلة عندي، إذا المطلوب الآن نعرف كيف نوجد الحجم. فرضا أنا ما عرفتش كيف نوجد الحجم، فحنطبق القوانين الخاصة بالموضوع متاعي. قانون الآن أرشميدس، كيف عرفت أرشميدس؟ لأن عندي جسم مغمور في الماء وموجود في الهواء وعطاني وزن الحقيقي والظاهر. فإذا سمي المعادلة هذه رقم واحد لأن فيها مجهولين، ونحاول ندور عليه معادلات أخرى. عندنا في أرشميدس في عندي ثلاث قوانين، اللي هن عندي ثلاث قوانين هذه، والثلاثة هن الاف بي، يعني كلها الاف بي، قوة الطفو تساوي الثلاث صيغ هذه. حنختار منهم واحد من القوانين. ممكن إننا نختار أول واحد لأن فيه حجم، وأنا نبي حجم، هذا فيه حجم وأنا نبي حجم، هنا باش نقدر نوجد الكثافة، فممكن نستخدمه. بس مش معنى ذلك إننا حنكتفي بالقانون هذا، لكن مبدئيا يعني ممكن نستخدمه هو ونكتفي به، وممكن نستخدم قانون آخر معه فحنكسبه هو. نلاحظوا أن القانون هذا فيه مجهولين، الـ V مجهولة والـ FB أيضا مجهولة. عندي كثافة المائع، كثافة المائع موجودة، هذه عجلة تجريبية موجودة، لكن في عندي مجهولين، هذا مجهول وهذا مجهول. فإذا نسميها المعادلة رقم 2 لأن فيها مجهولين زي المعادلة الأولى، ونحاول نكتب معادلة أخرى. أي معادلة ممكن نكتبها؟ ممكن نكتب، لو لاحظت هنا المعطيات حنلقى عندي وزن حقيقي أو كتلة حقيقية أو كتلة ظاهرية، فنكتب المعادلة الأخيرة هذه الثالثة، لأن فيها وزن حقيقي وزن ظاهري، وهذه كتلة حقيقية وكتلة ظاهرية. طبعا المعادلات هذه حنحتاج لها، مش حنمسحها، أنا سميتها المعادلة رقم واحد ورقم اثنين وحنرجعوا لهم. الآن كتبت المعادلة هذه الأخيرة، ولقينا أن الوزن الحقيقي والوزن الظاهري ممكن نوجدهم من الكتلة، يعني الوزن عبارة عن الكتلة في العجلة فقط، والعجلة الجاذبية هنا ثابت. فإذا هذه المعادلة الثالثة، لاحظوا هذه المعادلة الثالثة، يعني كم عندي مجهول؟ عندي ثلاث معادلات وعندي ثلاث مجاهيل. عندي الرو مجهولة، الفي مجهولة. الرو هذه طبعا الرو متاع الجسم، لو سميناها مثلا هنا بادي متاع الكراون هنا، أو نكتب عليها السي الكراون. عندي الرو هذه طبعا موجودة، هذه مش مجهولة، هذه متاع المائع اللي هو مية، هذه موجودة، لكن اللي مجهولة عندي الرو متاع الجسم. هنا في عندي هذه مجهولة قوة الطفو، نبدأ إلى الآن ثلاث مجاهيل، اللي هو طبعا الفي هي نفسها تنحسب مرة واحدة، هذه هي نفسها خلاص حسبناها عش نحسبها مرة تانية. نبدأ عندي ثلاث معادلات وثلاث مجاهيل، ممكن إني أنا من المعادلة الأخيرة نوجد قوة الطفو، اللي هي هذه نوجد قوة الطفو، وبعدها نعوض هنا ونوجد الحجم، بعدها نعوض هنا ونوجد الكثافة. لاحظوا هذا طريقة التفكير في بطريقة الرياضيات هي أسهل. فإذا أول حاجة نعرفوا كيف نخشوا في المسألة، نعرفوها أي نوعها، وممكن نبدأ أنا على طول بالقوانين الثلاثة هذين ونختار منهن، وممكن أنا نبدأ بالمطلوب من الرو ونكتب القانون متاعه. في كل الأحوال أنا حنحصل على ثلاث معادلات هذين، ونحاول نحلن بأي طريقة، يعني في عندي عدة طرق لحل المعادلات هذه. أسهل طريقة أننا نعوض بالأرقام من الأول، يعني زي ما حكيت ونأخذ المعادلة الثالثة ونوجد الأثبي. أنا نعتذر عن طريقة الكتابة لأن القلم متاع التاب expired منتهية، ودزيت عليه واحد ومازال ما وصلنيش، فمضطرة أني أنا نكتب بالطريقة هذه، يعني مش حنقدر نكتب في النوت متاع التاب، يعني تبين كأنها هي كراسة وهكي وتكون أوضح، لكن حنمشي بها إلى أن يجيني القلم متاع التاب. فأنا عارفة أن طريقة الكتابة مزعجة شوية ومش منظمة، لكن نستخدم في الأدوات اللي موجودة عندي. قبل ما نبدأ في الحل حنوضح بس الرسمة هذه، إن هنا في عندي تاج من الذهب، الوزن متاع 14.7، الوزن الحقيقي هذا اللي هو وزنه في الهواء، ووزنه في الماء 13.4. أنا حنضطر نحل في المساحة هذه الفاضية، ونوجد كيف ما حكيت المعادلة الثالثة، بعدها نعوض في الثانية، وبعدها نعوض في الأولى. فحنبدأ المعادلة الثالثة،
كتبت هنا المعادلة، هل الوزن الحقيقي والوزن، عفوا هذه الوزن الظاهري، قدرت عليها هنا علامة دش. الوزن الحقيقي والوزن الظاهري مش معطيهم لي مباشرة، لكن معطيني الكتلة الحقيقية والكتلة الظاهرية، يعني كأنه معطيني الوزن الحقيقي والوزن الظاهري. يعني هذه الوزن الحقيقي يساوي الكتلة الحقيقية في عجلة الجاذبية، والوزن الظاهري أيضا بنفس الشيء. فممكن نحن نعوض بهم، أو ممكن نحن نوجد الوزن الحقيقي والوزن الظاهري كل واحد بروحهم وبعدين نطرحهم من بعض كيف ما تبوا. يعني أنا أفضل إني نأخذ الجي عام المشترك أفضل، خل ما يكون في أرقام واجد. لكن اللي فيك ما فهمهاش ممكن يوجد الدبليو بروحها والدبليو داش بروحها وبعدين يعوض يوجد الاف بي. انا بس عوضت بالدبليو هذه قيمتها والدبليو داش ايضا قيمتها وخذيت الجي عام المشترك. هذا القانون عندي، عندي الكتلتين، اعطيني الكتلتين نعوض بهم ونوجد الاف بي. اذا عوضنا هنا فهذا الناتج، وطبعا مش ضروري نعوضه نحن بالثابت هذا، لكن عوضنا به فهذا الخيار يرجع لك. بس الأرقام حتكون أكبر، يعني لو ما عوضناش بالجي خليناها كيف ما هي حتقعد الأرقام أصغر. إذا عوضنا بالمعادلة الثالثة نرجع للمعادلة الثانية اللي هي المعادلة هذه. إف بي أصبحت موجودة عندي، إذا عندي مجهول واحد هو البي أنا أقدر نوجده. هذه نتيجة التعويض، طبعا كل شيء موجود مع هذا البي فقسمنا على الأرقام اللي مع البي. هذه طريقة الحل المعادلات العادية اللي واخذينها من الإعدادي، نقصد يعني طريقة الحل من يعني طريقة حل المعادلة مش المسألة نفسها. يعني معادلة فيها مجهول واحد اللي هو هذا، نعرفوا كيف نوجدوها أوكي من أيام الإعدادي، نعرفوا كيف نوجدوها ونقسموا على المجهول على العدد اللي مع المجهول. لأن استخدمنا المعادلة الثانية أوجدنا الـ V، نستخدم المعادلة الأولى اللي هي المعادلة اللي عندي الـ V وعندي الـ M نوجد الرو. إذا عوضنا فقط بالكتلة الحقيقية الام وعوضنا بالحجم فتحصلنا على الكثافة. الكثافة هذه مش كثافة الذهب، إذا التاج ليس مصنوع من الذهب. طبعا في الامتحان لو أنتم متعرفوش مثلا كثافة الذهب أو معطاش لنا في جدول ولا معطاش لنا متوابط، نقدر نكتبوا تعليق ونقولوا إذا كان هذه الكثافة تساوي كثافة الذهب إذا التاج فعلا مصنوع من هذه المادة مادة الذهب، إذا كان تختلف فإذا مصنوع من مادة أخرى. لاحظوا هنا بس في كتابة بطريقة الأس، هذه ممكن تلقوها 0.0013 كتبناها نحن في صورة الأس، يعني هذه ترجع لكم. المنسق هنا اللي أعد المنهج حلها بطريقة مختلفة في الصفحة هذه، ممكن تطلعوا أيضا عليه حلها وكل واحد يأخذ الحل اللي هو يراه مناسب. هكي وصلنا للمسائل نهاية المحاضرة، وصلنا يعني المسائل الموجودة في نهاية المحاضرة، أرجو أنكم أنتم تحاولوا فيهن. نهاية المقطع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.